كريم ده حلم كنا بنحلم بيه واحنا نايمين، النهارده صحينا لقينا الحلم حقيقي. علشان نوصل للحلم دوت ونحققه فعلا ونحاول نحافظ عليه لازم لنا حاجات شروط كتير عشان نحافظ عليه. طبعا كريم كان بدايته معايا كان هو طفل عنده 5 سنين. بدايته هو 5 سنين حسيت فيه الرجوله، حسيت فيه الجدعنه، حسيت فيه ان هو فعلا هيبقى لعيب كوره متميز. ولكن بنقول لكريم من هنا يعني ان شاء الله ربنا يوفقك، انت وصلت للنادي يعتبر اعظم نادي في مصر، اعظم نادي في افريقيا، ويمكن من الانديه اللي على مستوى العالم اللي مصنفه عالميا. فالنادي الاهلي دوت حلم لاي بني ادم يلبس التيشيرت بتاعه. وانا بكلمك لان انا كنت لاعب في النادي الاهلي قبل كده ولعبت 11 سنه وكنت بطل من ابطال مصر. النادي الاهلي كيان يعني، انا كنت موجود ايام الكابتن صالح سليم. النادي الاهلي يا جماعه مش حاجه قليله لاي حد يخشه، فالنادي الاهلي ده حاجه عظيمه. فالنهارده ان شاء الله ربنا يكرمه كريم ان شاء الله الحمد لله رب العالمين. بعد الفتره الاخيره مش هقول لك نادي ولا اثنين ولا ثلاثه، اكتر من نادي كان بيساوم لدرجه ان الفلوس اللي هتدفع فيك احنا ندفعها كاش دلوقتي. يا جماعه الموضوع مش موضوع فلوس، الموضوع موضوع لعيب عاوز يلعب فيه النادي الاهلي. ففعلا كان اختيارنا في الاخير النادي الاهلي يا جماعه هو اللي احنا نستقر عليه، واستقرنا فعلا كلنا على النادي الاهلي وصلنا صلاه استخاره وقلنا بنتوكل على الله ربنا يكرمك في النادي الاهلي وحافظ بقى انت على اللي ربنا يكرمك فيه. والله احنا كنا مبسوطين جدا ان هو اتنقل للنادي الاهلي وكانت معانا من صغره، كان نفسي يعني نفسي اروح النادي الاهلي يعني وكده وبتاع، نسبه حتى في التمرين كان نتمنى نروح النادي الاهلي. طبعا نادي كبير زي كده والكلام ده احنا اتمنانا الحمد لله ان ربنا وفقه وراح نادي كبير زي كده وربنا يوفقه. يعني كل عايز ربنا يوفقه بس خبا من نفسه ان شاء الله يبقى خير ان شاء الله وربنا يوفقه يا رب. والله اقول لكريم ان ربنا يوفقه وربنا يوفقه ان شاء الله، ونتمنى من ربنا ان ربنا يوفقه ويطلعه يبقى يعني ايه يبقى اكبر 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 لعيب في مصر. هو احساسنا واحنا سعداء كلنا لاننا عيله اهلاويه وشرف لينا ان هو ينضم للنادي الاهلي، وهو من صغره بيحب الكوره جدا من هو في الابتدائي، وكان بيلعب في المقاولين وبعد كده وادي دجله وبعد كده ربنا كرمه وتعاقد مع النادي الاهلي. يخلي باله من نفسه ويجتهد في التدريبات ويسمع كلام المدربين وربنا يوفقه ويصلح حاله ويبقى نجم كبير. كريم كان هاوي الكوره من صغره، كان بيلعب من هو صغير لغايه لما وصل لوادي دجله للمقاولين وبعد كده وادي دجله، وكان حلم عمره ان هو يلعب في الاهلي وربنا كرمه وحقق له حلمه، ومع اول ماتش الحمد لله سجل. وكريم ده اطيب شخصيه ممكن تقابلها بعيدا عن الكوره وبعيدا، هو شخصيه كويسه جدا وطيب. واحنا انا عن نفسي ما بقولوش غير يا ابو قلب ابيض، عايزه اقول له خلي بالك من نفسك وخليك كده زي ما انت بقلبك وبحنيتك دي، وربنا يكرمك ويسعدك. ويوم الماتش انا بعت له رساله على الواتساب وقلت له ربنا يوفقك ويصلح حالك ويجبر خاطرك، وان شاء الله هتسجل، والحمد لله سجل في اول ماتش ليه مع الاهلي.